امسك يا زينب، خلي دول معاكي لزوم السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. عليه الصلاة والسلام. اتفضل. ايه دول يا بنتي؟ دي حاجة بسيطة عشان اللي انتوا عملتوه معايا، لولاكم كان زماني ميتة. يا بنتي ده ربك، احنا بننفذ مشيئته وبس. ونعمة بالله، كتر خيرك، امسك. ايوه بس يعني ايه؟ مش الأول أعرف انت جبتيهم منين وازاي؟ ده انت يا دوبك يعني لسه اتصرفت. ربنا ما بينساش حد. بعت لي حد قريبي من المنصورة ادالي قرشين أمشي نفسي بيهم. منصورة؟ منصورة ولا محلة؟ ها؟ لا، ما هي المحلة دي بلد أمي، إنما المنصورة بقى بلد أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. واسكندرية؟ مالها اسكندرية؟ بتكلم مين يا أبو محمد؟ دي زينب. زينب، إزيك يا حبيبتي؟ هو أنت لسه ما سافرتيش؟ لا، سافرت ورجعت عشانك يا حبيبتي. تسلميلي. دي جلابيتك. الله، ودي هدية مني ليكي كمان. تعيشي يا حبيبتي، كتر ألف خيرك. طب هو أنا يعني هنقعد نتكلم على الباب؟ اتفضلي جوه نتكلم. حضري الغدا بسرعه سعديه. لا لا، كتر خيرك، انا لازم انا امشي من صباحيه ربنا بدور على شغل، وامي لوحدها ماني حكيالك. ربنا يعينك. بس بقول لك ايه، ده سمك انا مطلعه بايديا من الميه، قسما بالله ما هتتحركي غير لما تتغدي معانا. يلا يا سعديه الغدا. حاضر عيني اوام. هو اتفضلي اتفضلي. بتكلم مين يا ميدو؟ تك على حالك كريشنا وسيبني في حالي بقى. يخرب بيت امك، بتكلم واحده ميته؟ يا عم مالكش فلوس بتاعتك. وبعدين انت يالا كنت فين من امبارح؟ ده الدنيا اتشقلبت مراجيح يالا. ده ربنا يستر عليا وعليك. الله، ايه الشغله دي؟ ايه اللي حصل؟ احكي لك. اقعد. كل يا زينب كل، ما تتكسفيش. انا باكل اهو واني مكتوبه. على الله بس اكلنا يعجبك. يا ده يعجب الباشا، ده انا خايفه من حلاوه الاكل اكل صوابعي وراه. الف هنا يا حبيبي. ما قلتليش يا زينب، انتي عملت ايه مع جوزك؟ ليه 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 السيره الغم دي؟ بقول لك ايه يا زينب؟ ايوه. نيجي معاكي ونخليه يقابلك بعيالك؟ مش هيرضى، هيكسفكم، انا عارفاه. خليك خليك، ده واحد كان موصيني على حاجه. طيب. كل يا حبيبتي كل. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل. حسام بيه؟ أحيي.